الإمام علي بكبره وما دبره حتى تجيني بالسوق يعني بعد شي الفايدة. اليوم هسه هو افترض يعني خلى أذكر العراقيين يعني إذا رجعنا للتاريخ العربي والإسلامي مثلا الإمام علي نموذجا لما إجا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام همينة إجت بعد فتنة مقتل الخليفة الثالث عثمان وانقسامات بين المسلمين والجماعة وعلي الصحابة قالوا له يا أبا الحسن تعال وصير لكن شنو اللي قدر يسويه هم 4 سنوات و6 أشهر قضاها بس يعارك هذا ويعارك المارقين والقاسطين والمدري منو وانتهى بقتله كما قتل الخليفة عمر في محراب صلاته انقتل عثمان في محراب صلاته وانقتل علي بن أبي طالب في محراب صلاته. ترى القصة لها جذور يعني احنا مجتمعات لوثها الفساد لوثتها القسوة لوثتها الكراهية لوثنا هذه مبادئ أساسية. انت ما فيك تتحدث عن دولة واستقرار وانت جاي بهالبيئة الموبوءة. يعني انت ما تتخيل استاذ نجم أنا أتمنى أشوفك ببغداد يعني بصراحة تعال شوف الضيم يعني فعلا مثل ما يقول الوائلي ومن الطوى جنب البيادر صرع وبجنب زق أبي نؤاس صرع الله. ناس متخمة لدرجة إنه هو يتواقع على الرصيف من كثر ما شارب وماكل وشبعان. طيب شيخنا صفة واحد هم واقع على الرصيف بس من كثر ما جوعان. فتخيل هالمعادلة هاي ايش قد قاسية. والله انت تمشي بالشارع تباوع قصور تضارب عنان السماء جمال وزينة وخدم وحشم وهاي السيارات التاهوات ال 2022 الزيرو تتوزع مثل التشكليت وبنفس الشارع تلقى عشرات النساء والأطفال يبيعون كنين السعب الوحدة لكن أسأل ويجدون لقمة العيش. أسأل هذه القصور من سكنها من سكنها سالفة كبيرة كبيرة سالفة كبيرة. ولذلك أنا أريد أخذ يعني أقتبس منك اقتباس بقضية السوداني وكما قلت في أعماق التاريخ عن الإمام علي عليه السلام ليس هنالك وجه للمقارنة لكن الثابت أنه هنالك اليوم لا فتنة. أنا جاي أقول لك هذا الإمام علي بكبره وما دبره حتى تجيني بالسوق يعني بعد شي الفايدة. اليوم ما يلحق على علي بن أبي طالب أحد يعني بمعنى اليوم هنالك فتنة. هل السوداني يستطيع أن يدير الفتنة أم أن يساير الموجة كما تقول أنت يمشي بصف الحائط؟ أرجع أقول أنا ضربت بمثال بالنسبة للمسلمين والعرب وحتى غير المسلمين على قولة جورج بول السلامة لما يقول جلجل الحق بالمسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. تدري علي بن أبي طالب فد نموذج محبوب عند كل البشر لعدالته وتواضعه. طيب هذا المثال للعدل والتواضع وهو ما دبرها لما كانت أكو فتنة بها المنظومة الأخلاقية مفككة. شلون نجي على لا قياس بين الناس العادية وبين الناس الصالحين والأولياء والأئمة؟ فأنا أقول يا صديقي الفاضل عمليا محمد الشيع السوداني يعني رجل ما عدنا عليه ملاحظات كشخص رجل محترم وفاضل وعراقي وابن العمارة ومن السودان هاي العشيرة الكريمة الطيبة وهو عشنا أنا شخصيا أعرفه من سنين طويلة ما في يوم شفت منه كلمة مؤذية بحق عراقية أو عراقي بصراحة يعني هاي شهادة لله. بس هل هذا يكفي؟ أقول لك لا ما يكفي.